شعوري بأن شقيق الشهيد اللي راح ضحية عملية إرهابية في موريتانيا 2011، عنها عملية عن عملية دينية، عملية إجرامية. أنا بالنسبة لي يعني الناس اللي ضدها، حتى ودائما أثرت حتى في الأسرة، وأثرت علي كشخص. الإنسان اللي عنده شقيق واحد ويفقده عن قبل شيء تقريبا كان عنده، وخاصة إنه عضو راح في عملية إرهابية وعملية دينية. إذا كان راح مثل عادي يعتبر عنها، يعني عضو راح في عملية إرهابية يعتبر عنها مثل عادي. شعوري بأن شقيق الشهيد اللي راح ضحية عملية إرهابية في موريتانيا 2011، عنها عملية عن عملية دينية، عملية إجرامية. أنا بالنسبة لي يعني الناس اللي ضدها، حتى ودائما أثرت حتى في الأسرة، وأثرت علي كشخص. الإنسان اللي عنده شقيق واحد ويفقده عن قبل شيء تقريبا كان عنده، وخاصة إنه عضو راح في عملية إرهابية وعملية دينية. إذا كان راح مثل عادي يعتبر عنها، يعني عضو راح في عملية إرهابية يعتبر عنها مثل عن الدينية إلى أقصى الحدود، وأنا بعض ضدها. وأيضا الأسرة اللي أنا انتمى لها، أنا أسرة ضدها، وتعتبر عن الناس اللي ينتموا للنوع من الفكر ولا النوع من المسائل، عن الناس مجرمين، عن الناس إرهابيين، عنهم ما عندهم ضمير للإنسانية. بيدي قتل نفس بريء الدم بارد يعتبر عمل لأقصى الحدود، عن عمل جريمة، عمل دنيء لأقصى الحدود. ما يخص استراتيجية الدول مكافحة الإرهاب، بالنسبة لي عن في عاملين، عامل هو عامل الحوار والتسامح والسلم، أيضا هناك عامل أيضا تعزيز ما بين الدول، دول المغرب العربي اللي هي تعانت من هذه المسألة، وما زالت بعضها تعاني من هذه العملية، تعزيز قوى الأمن ما بينها، بين العساكر، بين دول المغرب العربي الخمسة، تعزيز خاصة ربط والله توحيد الجهود من أجل اسمه عدم ترك كل دولة تحارب حدودها وحدها. جميع المعلومات التي تنتخب من المغرب، تونس، ليبيا، موريتانيا، الجزائر، يطلب منهم اتحاد في هذا أخذ المعلومات وتدقيقها، وتدريب العساكر من أجل ودماتي أشخاص مدربين لمكافحة الإرهاب. بيدي نوع الجندي ما هو مدرب الإرهاب، ما يقدر أبدا يتفاجئ الإرهاب في أي لحظة، كيف موقع دائما جيش موريتاني اللي راح ضحية دائما، يعودوا دائما يعدد كمين راح واحد ضحيته. بيدي أصلا ما هو مدرب لمكافحة الإرهاب، بالعكس بعض من الدول المتقدمة هماتي شور، هماتي فرق مخصصة لمكافحة الإرهاب، أيضا جنود كانوا مهيئين للنوع من العمليات، لكن لاجئتهم ما تفاجأهم. وأنا بعد نتمنى أن يعود هناك ولو ما موعد جيش بين المغرب العربي، يقال يعود هماتية تنسيق جهود معقلة مركزة لمكافحة الإرهاب في دول المغرب العربي الخمسة. تقدم نفسك. أنا خليفة محمد فايد، شقيق الشهيد علي بن محمد فايد الدركي، اللي راح ضحية عملية إرهابية في موريتانيا 2011 في القصيبة ذنين في ولاية ترابزون.